حيت الوالد ديالي داك النهار بقى قال كان ضربني اول مره يضربني. دونك مشيت بقينا غير عند الحلاق قلت له عطيني زيزوار بغى الخوادري ديالي كبير شديته طلعت الكارو انا صغير كنت فين ما كنريح في وسط الشيكليكه وخصني نكون اجيتي والنود كنشطح بوغ اتيغي لاتونسيون. من بعد قلت على شنو باغي نضمن لقيت انا ما تيقش في راسي فهمتي زعما كتسول فاش كدا هادشي قلت لك دابا مو بيرسونيل والله تولي غير شي غير يوتيوب كتفرج كتولي تفهم شي لعيبات دراري السلام عليكم مرحبا بكم كاملين نوفو ايبيزود بونجور بونجور ايبيزود 13 15 17 مرحبا بكم في بودكاست الدراري اللي كنجيبوا دي سوجي لي سون انتريسون كنحاولوا نجيبوه لكم بلا مانيير لا بلو ديناميك بوسيبل. اي اوجوردي معنا نور الدين. نور الدين احسن نور الدين. لا لا انا خاصك تقول نور الدين عباس لحظه معنا نور الدين. نور الدين ولا عباس؟ نور الدين معنا نور الدين عباس الداكي ماشي الداكي ذكي ذكي والله تداكي ذكي ان شاء الله. انا غبي هو الغباء انا غبي ولكن خصك تقول كليتي كيفاش. دونك نور الدين سي تي من parmi les premiers لان عرفوا اننا غنديروا ان بودكاست قبل كاع من كاع هادشي غادي يكون nous a beaucoup encouragé صراحه on est très très content انه اليوم كاين معنا الله. اي سي une personne اللي عندها une histoire très 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 bouleversante اللي انا بعدا فاش كنشوفوا دابا كيفاش ولا كيفاش كنفهم ليستوار ديالو كتجيني فريمون كيفاش كتشوفو في لي ريزو كتشوف ديك لا بوزيتيفيتي كو لي سوغير لي تروك بحال هكا. دايوغ هو انت في لا بيو ديالك كاتب كنضحك الناس بغيت نضحك الناس. اييه ياك دابا خاصك تعرف واحد الاحساس دابا انا كنحس دابا تقدر تبارطاجي بعد الصاد والاول ولاحظت انني فاش كنكون شاد كاميرا عندي كنهضر مع الناس ماشي فحال جيتي عند الناس ومحطوطه كاميرا واحده اخرى كتحس كتحشم اكثر فهمتي. انا اول احساس حسيت به دابا انت حشمان دابا عامش انا عارف عارف غادي نمشي تتصرت المود ديال الصاد. سولوني كيفاش جيت عندكم دابا انا مشيت عند الحلاق ياك خصك تعرف ودخلت بقيت كنعرق نعرق نعرق ما يمكنش. قال لي اول مره شي واحد كيعوم عند قال لي صافي راك دوشي والوار انا يلا جيت كنت مسافر يلا جيت حويجي كلهم مسخين مسخين خليني نكمل لك حويجي مسخين خصني وانا ما نقدرش نلبس شي حاجه من غير بيض مشيت حيت ما كيبانش في العرق. اوكي سي با بيت سي انتيليجون ولكن ذكي 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 ومشيت لديكاطلون شريت هذا 69 درهم شكرا ديكاطلون تي بلاسمون برودوي انفيستيسمون. اي جو بونس غندخلوا في لو فيف دو سوجي بهاد لا رمارك اللي عندي بيتيتر حمزه تا هو كي عنده لا ميم رمارك سي كو سي فو كيفاش عندك واحد ليماج على راسك ومتقبلها في واحد لا بيريود اللي اون ايسي توس دو فير دو نوتر ميو اون ايسي توس دو دوني واحد ليماج لي زوينه. C'est-à-dire que t'as pas peur à dire que un arabe, t'as pas peur de dire un nikenchmar ou half in second, t'as jamais renié mninjiti. Justement, brûler jamais. Mais dis que la période est vraiment kenti l'imachidab. Parce que je pense pas que kenti bhalaka. Je pense que tu dois aller bzzaf l'houaj. Bien sûr, qui est un chose magique. Il a pas juste qu'il te salle, mais d'ailleurs, qui est bzzaf. Mais là, justement, كبرتي فشي بلاصه اللي ما كيكبروش فيها الناس نورمالمون سما سما علاش باسكو انا كتحسبي كيسولني وكتنز عليا. لا لا باسكو انا كبرت في خريبكا زعما اي جو تروف با كو سي ان بروبليم فهمتي الا بغيت نتصالح مع راسي في هذه البلاصه داكشي علاش انا جو ولكن خصك تعرف دابا وانا كنهضر لك واخا كنقول لك عروبي سي توجور با ان بروبليم. اوكي فهمتي زعما راه ماشي مشكل تقدر تشوفوا مشكل في داك نور الدين ديال شحال هذه باغي نعاود لك باش تاخذ فكره. اكزاكتلي فاش كنقول كبرت في العروبي يعني قريت في الجامعه فاش كنقول قريت في الجامعه ابتدائي والثاني والثالث ما كانش قسم كتقرا في اللوحه السمسار السماخ فهمتي كتفريمون العروبيه فهمتي ومن بعد كتكون كبرتي وكنت انا الوحيد في خوتي اللي كبرت في العروبيه من بعد نجي في الطريق ونجاوبك على السؤال ديالك. دونك كتكبر وانا في صغري ما كنتش كنسمع من غير كنت بحال لا حيت خوتي كلهم زادوا في المدينه ياك زائد الوحيد انفو زاديت في قبصان مشينا للعروبيه يعني انا الوحيد اللي عروبي في خوتي الوحيد اللي كان كيضرب السين والشين الوحيد اللي كنت كانوا مام خوتي ما كيرضاوش بيا قدام صحابهم. ولكن علاش حيت كنتي هكا ولا شنو حيت راك عارف فاش كتكون وسط شي عائله هما ما مصالحينش مع راسهم يشوف هما كانوا كيشوفوني مشكل انني كبرت في العروبيه هادشي اليبو فهمتي كنتي كتيزولا كيزوليوك باسكو ما كنتيش بحالهم. ما نقولش كي ايزوليوني ولكن كانت فكره ديال انهم كتكون كتهضر بالسين والشين هو كيهضر عادي دونك الا جا مع قدام صحابو تجي انت تقول له السلام عليكم
دونك خصو ما غاديش يديك معاك يخرج ما يخرجكش معاك اوكي لدرجه ان مام الوالده ديالتي حيت كنت مع الكلاب الحيوانات داي الشجاع داي الشجاع حيت كنت معاهم كانت الوالده ديالتي ما كتاكلش معايا في الطبسيل واو والله ما كنت زعما كنقول هادشي ماشي باش تشفقوا عليا لا ماشي بلاك كتشرح شنو كان واقع انا بلاك كنهضر على الناس لا مي زعما بلو فيت انك تقولها بهاد لو ديتاشمون جي ترو انفي دو نعرف توت ليستوار كامله باسكو كتجيني ما عاديش تقول ماما ما كانتش كتاكل معايا في الطبسيل تو سون واحد لو ريكول ديال لا سمعتي من عند شي واحد واحد اخر يبكي ليك واش يقولها فيك لو سمايل سورتو زعما اسمعوني عندك الوالدين الو سمايل راه انا غنبقى سمايلي اها دونك صافي واش هذا ستريس سين جيب لك فوطه الصاد فري فري اخويا الصراحه انا طلع ليا فوطه انا اعرف يجيب لي علاش جيب لي جيب شي جفاف بلا كل كنا كنتي كتعاود لي على انك ما كانوش راضين بك عائلتك وكانت ماماك ميم با كتاكل معاك في الطبسيل بصح دابا خصني بغيت نعاود شي طريقه باش ما ياخذوش فكره خايبه على الوالده ديالتي فهمتي المهم الطريقه اللي بغيت نعاون بها هادشي راه خصو يبقى لا ما تخافش انا الوالده ديالتي تفهمتها دابا نشرح لك دابا انا الوالد ديالي بوليسي الوالده ديالتي كانت انسانه ما قارياش وبزاف العيبات دونك باش وحده غادي تزوج بها واحد بوليسي ويمشي لواحد المدينه اللي هي في قيف صالح دونك كانت كتبغي تكون ديما تبان مرت البوليسي بزاف العيبات دونك قدام عماماتي حيت عندي الوالد ديالي تزوج جدي وجده تزوجوا ولدو الوالد وطلقوا دونك ما عند الوالد ديالي ما عندوش خوتو عند غير كو دي دومي فرير ودومي فهمتي اوكي دونك انا الوالده ديالتي عند العائله عندنا عروبيه ديال جده ديال الوالد وجدي تزوج بوحده واحد العائله اللي هما في بني ملال شويه ناس المهم الوالده ديال هاد الناس مول كانت عمتي كتجي عندنا وكتقول لي مناري هاد ولدكم شحال عروبي كيقول السلام عليكم تحيه لك عمتي وهاد عمتي دونك الوالده كانت بلا ما هي زعما ما نقدر نقول لك ما كانش عندها الوعي الكافي انها تقول راسها غيست ولدي ولا شي لعبه كانت ما كترضاش بها لا في اونت ولكن ما كتبينهاش صراحه الا كانت انت في ديك الوقيته كنتي كتحس جوستمو بانه كان سي سالو بروبليم سي كو كنت كنحس كنتي كتشوف هادشي كامل كيدوس قدامك زعما الدري الصغير كنت كنقول ديما يرد لواحد البال حيت كنت كنحس هادشي بكامل لدرجه انا واحد المره كان جا عندنا واحد السيد غيصورنا وهاد السيد جاي من برا الوالده ديالتي قالت لي سير انت ما تدخلش للدار واو تالمو ما كانتش بغاتني يشوفني داك السيد فهمتي جات عندنا واحد السيده ودابا فجات كنت انا مع الحمار اوكي نقرج عليك من الحمار فجات لقاتني قدام الدار مع الحمار كنت وقيله كنعطي الماكله ولا شي لعبه وقالت لي يا خويا دار ديال الداكي حيت خصها تجي ويعطيوها الفقاس واللعيبات ديم لخويا وفاش طلعت عندهم قالت لي مرغي السرح ديالكم وري وراني الدار السرح ديالكم لدرجه انهم ما قالوش أن الدار ما قالوش لي لا راه هذاك ولد ولكن هادشي كنتي كتعرفو وكنتي كتسمعو انت كيفاش كتعامل مع عائلتك ديك الساعه واش كنتي كدير راسك بحال ما عارفش ولا كنتي جوستمون داك لو روبيل اللي كيدير المشاكل كيخرج كيجيب المشاكل وكيقول هادوك ماشي والديا ما عطاوني ما داروا ليا ايتترا كيفاش كنتي كتعامل عجبني كيفاش فكرتي حيت قلت لك قبيله غنرجع للهضره انا جاي باش نشرح لك المهم في هاد اللحظه كنت كنجمع وباقي عاقل في عرس ديال اختي حتى هو ما بغاونيش نحضر حيت كتكون صعيب بصح كنت واحد الانسان نقدر نقول لك ان بيرسون غوبال فريمون كدير بزاف الحوايج خايبين كتدخل مسخ راه الا فكرتي شويه مزيان زعما بواحد دوزيام دو غير غادي تفهم علاش كانوا هكا فهمتي زعما ما تشوفنيش انا كانسان كضحيه زعما جو بونس كو تيتي لا فيكتيم جوستمون ديال داكشي راه فاش تصالحت مع راسي تفهمتهم حيت كون ما تصالحتش مع راسي كنت غنبقى ديما نلعب راه لدرجه شخصيتي ما بنيتهاش ليا دونك فاش فكرت مزيان مع الوقت تعلمت الفرنسي ضد في عائلتي بغيت نولي انسان مزيان ضد في عائلتي فهمتي بغيت نبين لي راني ماشي العربي هي من واحد الكوتي خدامه ليا مزيان مي كتلقى راسك ما كتعيش راسك فهمتي مع المده ما كتعيش لدرجه الفكره ديالك عجبتني ديال ان واش هذا الشيء خبان بان حيت انا في صغري ما كنتش كنسمع نور الدين تزوين عمرني سمعت وما كانش حتى الحنان ما كانش عندي حيت كنت ديما الوالده مبعداني ما من الماكله قلت لكم ما كتاكلش معايا بقى عقل واحد المره كنا عند خالتي وكانت دارت بطاطا بيني وبينها باش تاكل حيت كنا معروضين قسما بالله لا بارير دو بطاطا ولكن الوالده ديالتي كتعرف زعما بغات كنحاول انا حنين معها كنحاول نرجع ونقول لها ولكن اشنو كنت كنقول وهذا الشيء حيت شي واحد عمره سمع لي كومبليمون صغرو دونك انا كبرت قبيح
وليت قبيح في الدار ما كنسمعش الوالد ديالي. المراهقه ملي بدات عندي 15 عام هي فاش كنت ضربت يدي حيت انا راني خروطوطوطو ما عارفه ولا لا. عاود لي هاد ليستوار ديال الخروطو باسكو انا ما عمرني فهمت الناس اللي وسمح لي بتات غنكون حرش في السؤال ديالي. ما عمرني فهمت الناس اللي كيقدروا يديروا دو مال لراسهم كونسيامون. سيدير كو ا مومون دوني فكرتي دير راسك دو مال زعما. فهمتك فهمتك السؤال ديالك ماشي حرص رطب ولكن ولكن زعما الفكره ديالك انا خصك تعرف سيتي نيغور جونيس دونك راه كنت صغير عندي 15 عام. 15 عام كيكونوا لي زورمون تيستو كتحب راسك كتكون نارسيسيك حيت اي واحد كيبدا يبلغ كيبدا يبان لك داركم كيغلطوا انت ولي عندك الصح الوالد ديالك كيقول لك شي حاجه زعما ماشي كلشي مي كنقول لي والديه ما واعينش يقدر يخرج هكا ميم با حتى الناس حتى الناس اللي عندهم دي بارون ايمون تا بلان دو شوز سي سي سان مال اتر. Ana, je pense, ça s'appelle l'automutilation. C'est un mal, c'est-à-dire que toi, tu te sens pas bien. Et ça peut être من داركم, ça peut être شي حاجة وقعت لك في المدرسة, شي حاجة. Bref, il y a plein de choses اللي يمكن لهم يضروك vraiment في خاطرك et que tu قول مع راسك. ولكن هادشي اللي ما كنقدش نفهم, c'est كيفاش كدير لا باسكول ديال ندر راسي باسكو انا مضرور. انتوا راجلي كبرت فيه كانوا قباح. فحيت قلت لك ما كنتش كنسمع لي كومبليمون في صغري دونك انا فاش وليت قبيح بديت كنسمع نور الدين حيت جيت من العربيه كيف قلت لكم كبرت في ولاد يوسف مي في الكوليج مشيت لفقيه بن صالح رجعنا لفقيه بن صالح كنت ما لقيت مشكل انني نكمل القرايه حيت ما كنتش قاري فرونسي فهمتي فرونسي تعلمت لي حتى كبرت دونك لقيت مشكل باش نتانتيغرا كنت جاي هذاك العروبي دونك داك العروبي راه غادي تكون شويه صحيح المهم عرفت واش صحيح ولا لا ما كتكون قبيح طايش ما طايش المهم خليه طايش خليها طايش زوينه ما نقولوش شي حاجه المهم كتكون طايش دوك وليت كنسمع ان راه خونا البارحه وقعت واحد الطايفه نور الدين ولي ربح بديت كنتغدى من هذا الشيء اوكي دونك وليت خصني خويا كان ما كيبغيش يخرجني معاه خصني نمشي نخرج مع نبقى في الليل معطل باش يقولوا عليا حيت كان ديما خويا كيقول لي كنت كنكره كلمه سير انت صغير ولا فهمتي كنت كنكره ميم كانت عندي واحد لا بليسيغ حيت كاينين نورمالمون هادشي كاينين سانك بليسيغ اكزيستونسييل دونك كانت واحد لا بليسيغ ديال انا بغي نعقل كان خويا قال لي غتمشي تسخر ليا جيب لي هادي ونديوك معانا ومشيت انا كعارف صغير نايف غادي كتجري فرحان كترجع كتلقى من الشاور ربع لك فهمتي وهادي راه تقدر تكون تبان فيك وانت كتكبر هادي تروماتيزون هادشي اي مي سورتو البلان سي كو جو بونس كو بحال اللي شرحتي لينا سي بتيت داك تو شيرشي لا فاليداسيون فداك لو فيت دو تمشي دير البساله ولا الدابز وتشوف بان راه نور الدين اللي رباح ولا لا فاليداسيون اللي ما كانتش عندك في لا فامي بتيت لقيتيها في الزنقه جو بونس اوسي كو اسمح لي قطعتك وقيلا مي جو بونس اوسي سيتي ان موان باش تقول لهم انني راني كاين جيكزيست سيتي كو لو فيت انك تمشي تجيب تبريه ولا انك تمشي تضارب ولا انك تمشي دير شي حوايج اللي هما باش يلاحظوك justement est-ce que justement que tu كتقلب ان عائلتك يعترفوا بك ويقولوا هذاك راه عندنا واحد الولد واخا نيمبورط لا مانيير الله يجعلني ما عرف شنو ندير لا ما يمكنش تعرف الا كان هادشي بيتيتغ دير انكونسيامون ما يمكنش تكون كنت كنفكر ولا كنت طايش دونك انا بديت كنتغدى ما كانش ديك الساعه الدماغ باش تقدر تريح وتفكر ولا تيتوغومي اون كيسيون لا نو كنت في لو مومون دونك كنت عايش لو مومون كنت باقي نعقل كنبغي نبان تنتعطل وكيعجبني الحال يقولوا لي العساس سير انت راه صحابك ناعس قدك راهم ناعسين ونفرح دونك كان هادشي C'est inconsciemment. Je trouve que c'est ça le fait de chercher de l'attention, ou alors inconsciemment. Mais dès que j'ai le recul, je dis انا ندير هادشي باش نجبد لي لا طونسيون لي كومبليمون لي كنت كنسمع واخا خايبين كنت كنتغدى منهم اكزاكتومون باسكو سيتي لي سول كومبليمون لي كنتي كتسمع فوالا يرضي عليك فهمتي اييه وبغيت نرجع معاك للقصه ديال الدريب باسكو انا سام فاسين مارش سي لو مو اكزاكت تقدرش تعاود ليا كيفاش فريمون ضربتي راسك زعما اسكو سي بوسيبل تعاود ليا فريمون لو كيفاش طرا داك الشيء انا نعاود لك كنت باغي نعقل كنت مشيت دونك فهاد البيريود هادي كنت وليت طايش كنجيب الصداع التبريه ديما الدراري يزيمو دونك الوالد ديالي عيا فريمون عيا واحد المره كنت خارج من الحمام اوكي وهاد النهار خرج من الحمام وبغى نعقل جاي في التروطوار وهز معايا السطل كعرف كدي معاك السطيله ولا عيباس واحد غادي بالطوموبيل اوكي ويدير لي المهم كيكلاكسوني وانا نقول له بشويه عليك اصاحبي فهمتي كتكون طايش شويه عليك ويقول لي ها المهم ما قلتيهاش ما بقيتش عاقل كي قلت الصراحه المهم وقال لي شويه عليك وباقي نعقل المهم كيفاش زدنا في الهضره وقال لي غتمشي نعتذر غتبعد ولا نهبط نبول عليك بحال هكا عرفتي ما يمكنش بحال هكا عرفتي ما يمكنش كيفاش مشيت وشديت لداخل
وبقى كيعايرني وبقيت حكمته لداخل وبقيت كنضرب نضرب 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 المهم هذا النار ما يتنساش ليا ومن بعد صدق هذا خونا انسبكتور الجماع وفريمو مام فاش نزل بقى المهم ناض صداع كبير لدرجة في الرابور انا ما شفتش واش طاحوا لي بصح سنانو في الرابور قيد بيا كوم كوا راه طيحت له جوج الناس ومشى عند الوالد ديالي ما الوالد ديالي الا ناضي ماغ فريمو ما يمكنش اصلا هو في البوليس هو في البوليس دونك فاش مشى عنده قالوا الوالد منك لي دي الحبس ودي صافي هربت ومشيت للجديده في هاد الايام وانا غادي حيت الوالد ديالي داك النهار بقى نقل كان ضربني اول مره يضربني دونك مشيت بقينا غير عند الحلاق قلت له عطيني زيزوار بغي الخوادري ديالي كبير شديته طلعت للكار وانا صغير علاش ضربت يدي باش نرجع لك الفكره ديالك حيت ضربنا كنت كنشوف هادشي شي واحد خلاه شي واحد عزيز عليه ولا صاحبته ولا شي واحد كيسمعوا بلال ضربوا يديهم باش ينسى داك المشكل دونك بوغ موا سيتي ان بروبليم دونك انفلونسيت بدوك الناس باش ننسى داك المشكل قلت نضرب يدي مي راه خطايش عقلي صغير زعما ما عرفتش علاش كنت غادي ندير دونك مشيت عندو خديته بقى نعقل كانت عندي ان بي 3 وهاد الان بي 3 كتخدم بالحجره كنت ديك الحجره عديتها باش تخدم وكنت كان فيها بلال والداودي كان ندير ولد دربنا وفاش خدمتها باقي نعقل كانت واحد المهم كان بلال والداودي بواحد من الخدام وسمعت شي لعبه المهم شي ما عقلتش بالضبط ما نكون نسيت الاغنيه بغاف وانا في الكار اللور مشيت مع 4 الصباح كان اول كار يخرج الجديده وعلاش جديده حيت كاع ولاد دربنا في قبصار خريب قابني من هذوك النواحي واحد 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 الوقت كلهم كيمشيو الجديده تقدر تقول غادي تبقى تسلم غادي مخيم الوالديه كلشي جديده كلشي المهم مشيت في الكار انا كنت كنضرب في ايدي وكنت كنبكي حيت شي اغنيه كانت خدمات بلال على علاقه بالمهم شي العاد ديال حقرتوني المهم قلت للاعب دور الضحيه في ديك اللحظه المهم كنت كنضرب في ايدي وهنا باقي نعقل كنت كنرسم هادو بخليت ما درتش تطواج من بعد نقول لكم علاش بقيت كندوز هكا بشويه دونك هذاك عرفتي زيزوار بعدا شنو هذاك ما كنت يقدر وانا مع لادرينالين وكنبكي ومخلوع بزاف الاحاسيس ما حسيتش باش نكون كندير انا عند بالي غادي نلقى شي حاجه صغيره وتخيل وضربت يدي ولبست حويجي ومن بعد حسيت بحالي لا مهم شي حسيت شي لعبه ماشي نورمال بحال في القفقيفه ولا شي لعبه وواحد اللحظه حيت مشيت مع 4 دونك كان ظلام بان النهار فاش بان النهار حيت تريكو عاتي كنشوف هذه بالضبط هي اكبر ضربه كنشوف كندير بحال شي لسان هكا محلوله كتعمر بالدم وكنقلب هكا كتخوى وين فوا دماغي بدا واحد لافز دو طون بدا كيفكر كيفاش هذا الشيء بقيت كنحس بيدي كامله ما كنحسش بها كاع عاد بديت كنحس بالالام عاد بزاف العيبات وخصني ما نبينش ما نبينش هذا الشيء بقيت لابس تريكو مده طويله صراحه ما جاوبتك على جاوبتيني بزاف سي كوا الاحساس اللي فاش كنتي كتضرب سي كوا الاحساس سي جوغ سا تفي دو بيان Je pense qu'il n'est pas conscient de ce moment. Je pense que c'est conscient. لي صعيب تقولها لينا اي بيتيتر ما نحسوش بها فريمون عليها بيتيتر انا غنرجع لك من بعد ملي وقع هادشي لي بيتيتر تما فين غادي تبدا تغياليزي وغادي تبدا انك تقول اشنو درت واش بديتي تفكر شنو وقع لك كيفاش جريتي جوستمون يديك من بعد اي زعما في الضربه في اعلى من بعد ملي ضربتي ومن بعد ملي سيكاتروس لك هذوك وليتي كتخرج للسرقه لا ما كنت 5 سنين وانا ما كنلبسش خمس سنين خمس سنين حتى سنين حتى 21 عام دي بول صاد بحال هكا اليوم ديما ما عرفتش يوقعوا لي شي لعيبه انا في الضرابي راه ما يمكنش يدخلوا لك راسك واحد المره كنت غادي في الكار من فقيف صالح للكازا وكيوقف في خريبكه وبقى نعقل كنت لابس كم ودي باردور ومشيت والكار خاوي
من فيصل خريبقه. دونك فاش وقف خريبقه عمر لا ماشي بدا يلا بدا كيعمر. دونك انا مريح وبلاصه حدايا خاويه وقدامي بلاصه خاويه وجات واحد المراه احنا نفسكم ضحك زعما كان انسان زوين جات ريحه حدايا الا شوازي بوحدها باغ شوا تجلس حدايا الوغ كو كاينين بلايص خاويين دونك جبتيها ليميت مرا كبيره قالها بواحد الطريقه زعما و فهاد اللحظه جاني الصهت صافي زعما فريمون ما كنتش قاد نصبر حيت تريكو بقيت بالديباردور دارت فيا بحال هكا هنا شافت كانت شافت هنا وهذه هي اليد اللي كانت عندي مخسره بزاف شافت في يدي الصاك ديالها شات شويه وفي هذا النهار انا غادي البرشيد وقفنا كونترول هادشي راه زعما هادشي كنت كان دابا راه كنقولوا انا ضاحك ولكن على فوق راه كنت كنعاني جا كونترول ديال لي جوندارم وجا كيتمشاو انا باقي لابس ديباردور بوحدي شد ليا الساك ديالي قال لي لاكارت وقلب ليا كل شيء وبقى كيقلب ليا في الساك حاجه بحاجه حيت حكم على المدار فهمتي هادشي السبب لا ميم كنت معانا كنت كندير حتى لا دونس واحد المره واحد الدري تحيه لك يا طوطو المهم هاد الدري كنت مشيت عنده لدارهم وكنا كنوجدوا لواحد الشاو كان عندنا واحد ليفينمون خصنا نديرو الشاو ديالنا لا دونس وخصنا كلنا نلقاو ريبيتيو بالليل باش نديرو نحطو نفس الحاجه دونك ريبيتيو ديجا كنمشي عندهم بامال دو فوا زعما مشيت عندهم شي كنت كنمشي في قيصر حل كازا بزاف غير على ودهم حيت كنت مع تيم تماك امو كان ديما كتشوفني كنفطر معاهم كنكون لابسكم واحد المره الصهد كنريبيتي وطا طا 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 دخلات امو انا لابس نسكم شافتني قالت له غيخرج دابا مع جوج اللي خرج غيخرج دابا حيت ولكن فهمت شوف فاش كتوعى فهمت ان ولد كنا صغار وغتشوف ولده وهو كان صغر مني غتشوف ولده تقول شوف هذاك انا جو كومبرون لا فيريتي زعما جو كومبرون هاد لي ديسيزيون سي جوست كو لامباكت ديالهم عليك لي سي تري ديفيسيل كنت نقدر نمشي للبحر وكتشوف شي واحد كيشوفك في يدك غيدير الشوفه الاولى الشوفه الثانيه ما يعاودش يقد يشوفك فهمتي بعض المرات كنكون غادي في الزنقه وشي واحد تيوقف عليك تيبغي غير يسولك على شي حاجه ولا عندنا واحد الخوف ديال هذاك خونا اللي جاي كيفاش داير كتشوف واحد اللي هو ضارب راسو اكزاكتومون سيغتينمون غتخلع سيغتينمون غيتادابتي واحد واحد لو كومبورتمون كي في كو الاخر يحس بك راك ما مرتاحش معاه تي بونس كنت خصنا نديتاشاو من المظاهر انت تعامل اي واحد كوميلي واخا ضارب راسو انا نفضل داك الانسان اللي عنده وطاريلو هذا الشيء يتصالح مع ذاتو عرفتي علاش حيت انا دابا انا مخلي الضربات هنا ياك خصك تعرف ان لو فات انني نفترضوا دابا انا كون كانوا مديرونجيني غتحسوا بيا داكشي اللي انا زعما سكو غليك الشيء اللي كنحس بيه غنديجاجي للناس دونك الا كنت انا مريح في البحر وخايف الناس يشوفوني دونك انا ما نكونش كنتعامل مزيان دونك الناس غادي يتنواو ديجا يقولوا هذا مالا كيدير هكا عاد اللي الا شافوا الضربات سي انكور بيغ انا فاش دابا وليت ما مسوقش ليهم فريمون مصالح معاهم كنسى راني ضارب ايدي كنسى داير طاطواج فهمتي حيت كاش حاجه كتشوفها يوميا راه الناس كينساو انا ضارب ايدي جوستمون عليها ليدي ديال الطاطواج فوق الضربات التطواج مديور غير للضربات ما مديورش حتى شي حاجه اخرى تري جولي وخاصك تعرف ان هنا ضربه هنا ضربه هنا ضربه هنا ضربه سي ليترالمون دو كوفرين ماشي ما عندوش معنى زعما ما درتيهمش بوغ اون ريزون ما درتيهمش بوغ اون ريزون سي جوست بوغ فريمون كاشي بوغ كاشي انت اش درتي هاد لا ديسيزيون انك تدرق الضربات بلي بالتطواج على لو بروميير روغار حيت فاش وليت كندير كن زعما بديت كنتريني ميسكولاسيون لعيبات واللي نفعتني شويه بزاف باش صالحت مع راسي فاش بديت كنتريني بغيت ديك وكنت كنخدم ميترناجور على ليبوك في بني ملال ما عندناش البحر كاين لي بيسين بو بيزنس دونك فاش كنت خدام فاش كنت كتخص البروميير روغار يكون زوين وديما تشوف الاولى تا كيشوفوا تطواج خاص واحد حتى يريح معاك بزاف عاد يقد يرد البال يقول لك واش هذوك ضرابي في يدك فهمتي مي قبل ما يقول لك واش ضرابي فيك كيكون ديجا خدع لك فكره حيت هذه الطريقه باش هضرتي معاه ولا شي لعبه فهمتي اكزاكت سي فري سي واو زعما T'en parles avec le détachement et bien, guilty, être à l'aise avec toi, c'est hyper important et c'est bénéfique. Bench, c'est la personne qui a fait le bench. Bench, c'est la personne qui a fait le bench. C'est bénéfique. C'est, on dirait deux personnes différentes. Mm. On dirait pas que c'est la même personne. Et du coup, je suis à l'aise. اول حاجه سبور صراحه مهم عرفتي علاش حيت الناس كيسولوني كيفاش تقدر ندير الثقه في نفسي والثقه في نفسي باغي نعقل ما كنتش قلبت عليها وبغيت نديرها جات فاش كتبدا دير شي حوايج اخرين انديريكتومون يعني وانا دخلت للسبور بديت كنتريني اول حاجه كتولي عندك فورمه زوينه سيغمون درت سبور حيت ما كنتش ثاق في راسي دونك غالبا تكون هكا انكونسيامون درتها دونك فاش بديت
وبديت كتبان فورمات كومونس غوسوفوار دوك لي كومبليمون كدير تغدى منهم دونك كتحس براسك درتي واحد الحاجه واحد البيوت حطيتي ودرت بدلات فورما وفاش كتولي توصل تتحدي زوبجيكتيف صغيرين وكديرهم كتبدا تبنى لك الثقه في راسك حيت تقول راني زعما كندير شي لعيبه داكشي اللي كنحطو كنديرهم مي اللي عاوني بزاف بزاف كتبه ديال ديفلوبمون بيرسونيل بقى الاول كتاب كنت قريت هو ديال قوه العقل الباطن وبديت كنفهم ان بدماغنا نقدروا نديروا بزاف د الحوايج وما محيت مني الخوف حيت صغري كانت الوالده ديالتي تبارك الله عليها معاويه بزاف دير لها شي تحيه تخليك تحيه زوينه كنت كتخلعك بوعو هادي الجنون ودونك انا في هذا الكتاب قريت انا في الدماغ عندنا ملفات اول مره كتبكي كيتحل واحد الدوسي ديال البكاء اول مره تخلعتي دونك شي لعيبات اللي بغيتي تحيدهم سي كوم سي خصك تمشي تسبريمي داك الدوسي الاول اللي تفهمتي وبهذا الشيء كتبدا توعك تقرا كتبه ان نقدو زعما داكشي اللي كنصيفطو لونيفير هو اللي كيصيفط لينا ومن بعد قريت لا لوا د لاتراكسيون ديال لو سوكري الكتاب هذا الكتاب نفعني بزاف حيت هو اللي عاوني باش خديت بطل المغرب وهذه هي لهضره اللي داير هنا دايرت بيض صفيقه الصاد بطل المغرب كوب دي ترون 2018 الله يرضي عليك تبارك الله عليك دونك هذا الكتاب بقى العقل كنت تفرج في فيلم دوكيمونتير وقريت الكتاب وهنا هاد لا دات ديال 9/5/2016 قلت والله انا عقل كنت هادشي اللي نقول لك يجيك بانال مي في داكشي د علم النفس عنده امباكت كبير سي فريمون ماجيك كتبت فرقه وقلت بعدا هاد الحياه اللي انا كندير ما خدامهاش ليا وهادشي اللي كندير فهمتي خصني نحط دي زوبجيكتيف وندير بزاف د الحوايج حيت ديجا سبور كيعاونك الميسكولاسيون ولا اي سبور انا كنتريني من صغري ماشي غير ميسكولاسيون كيعاونك انك تولي ترد البال ما كلتيك فهمتي واحد الحاجه مهمه نسيتها الضربات راه درتهم وانا ساحي حيت حتى واحد ما كيتيقني ان في هذاك الوقت وانا صغير ضارب ايدي وكنت كنتقرقب حيت ديما ليا تقرقب درت البليمان بعد فهمتي ولكن هادشي كنت ساحي واو كامل القوه العقليه دونك الميسكولاسيون كيعاونك تولي تنقي ماكلتك تبعد على البليه انديريكتوم وحيت كتولي ميم فري ترد ليها البال ما خصكش تاكلها دونك كيفاش كتولي كيكون عندك واحد ليكيليبر في حياتك دونك هذا عاوني باش بديت كنثق في راسي وبديت كنكتب دي زوبجيكتيف قلت غندي شامبيون د ماروك والله باغي نعقل فاش قلت لشي دري بعدا الدري عندنا في لاصال في محمديه مشيت عند واحد الدري مهدي وقلت له راه غادي نشارك في بطوله والله بقى كيضحك قلت له راه نشارك في البطوله ونقدر غندي بطل المغرب كنت مامن بها زعما والله كنت مامن غندي بطل المغرب زعما كنقول الناس راه صدقات ليا ولكن شي حاجه فيا كنت مامن حيت كنت كاتبه في ورقه وكتفيق يوميا مع الخمسه الصباح خصني نوض نجري خصني ندير بزاف د العيبات وفاش كتكون باغي الحاجه سي كوم سي لونيفير كيعاونك انا نعطيك مثال شي واحد دابا كيتكيف حشيش ياك كلنا عندنا في العائلات كيتكيف حشيش المهم شي واحد ولا نقدر نكون انا المهم شي واحد كيتكيف حشيش وكتلقاه ما خدامش مي ديما مدبر على كمايتو علاش حيت بغا باسكو الفوكس ديالو في الحشيش فوالا حيت بغا وحيت مفوكسي عليها دونك هو خارج الدرب كيبدا بحال قلتي سي دي فيبراسيون لي دي كونيكسيون كيطلق والناس كيبداو يعاونوك دونك انا فاش بغيت ندير بطل المغرب واخا ما كانوش عندي لي مويا حيت كاين اللي كيقول لي باش طلع فورما خصك فلوس هذه سي تون اكسكوز اللي ما خداماش كاع سوبليمون داكشي كامل تخربيق انا كنت كنتريني ما كنتش كنعرف صاحبي شنو البي سي ا زعما على بوك راه دابا 16 عام وانا كنتريني دونك الوقت فاش كنت كنتريني كنت كتريني وكل شيء كيبدا يعاونك كيشوفوك الدار بغيتي تشارك دونك الوالد ديالك كيولي يجيب البيض كثار كيجيب بزاف د العيبات كثار فهمتي كيجي داك الشيء بوحدو ميم مول لاصال كيقول لك انا نعاونها كيقدر يعطيك باك تتخلصوا من بعد والناس وهذا الشيء بغي نعقل مول لاصال كان شافني وكان قال لي وكنت كنت واحد المره كنتريني انا واحد كنبريباري وكنت كنتفوه وقال لي بقى تعب عليا دار ما يدير والو هذه الجمله بالضبط وليت كنوض مع الخمسة الصباح نمشي نجري والصال كيحل مع السبعة ونمشي نمسح العرق ديالي ونجي لاصال ونبين لي ميلافيق من الناس واو باش نوصل لذاك الشيء باش نبين له راه قاد ندير شي حاجة نايس صافي وكانت فكرتيني في شو سميتو مايكل جوردان مايكل جوردان في ديك لاست دانس في نتفليكس لاست فرشو كان ديما كيحط ان ادفيرسير قدامه كيكون ولا كما يكونش كيقول مع راسو هاد لادفيرسير قال عليا انا عيان قال عليا صافي راه سال لي الحوت سال لي هذا ما بقاش فهمتي راني عيان راني تو سكو تشوف ما كتضحك سال لي الحوت تصدي با لا لا تتك عليك مات لي الحوت ولا مات حال بصح بصح كي مات كي سالم على الحال Bref, le message, fais-moi. Non, 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 non. Tu mets quelqu'un pour te challenger.
et كتفكر فيه ديما 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 et tu te dis un jour tu vas voir دابا تشوف رانا نوريك بان راه je vais y arriver et je vais être là انا ما شفتش بلوتو هكا اكثر ما شفت ما كنرضاش نخسر même quand je joue carte avec un enfant de 5 ans ranbri نبقى نعاود نلعب معاه حتى يربح فهمتي والله صعيب يربح هكا ان enfant de 5 ans في كارطه ديما ولكن فهمتي لي دي زعما لا ما فهمتش سالا لي الحوت من صار سالا ليك الحوت وانا هاد ليكسبرسيون اللي مانيفيك انا اسكو جو تروف الصات اللي ما عرفتش كتجيوني كدوزو في الموضوع دغيا انا مازال مشوكي سي كنعرف طون هيستوار منين جيتي منين دزتي كتولي على بطل المغرب كتولي على واحد عنده كيفكر في لا لوا داتراكسيون واحد ولا كيقرا كتبه واحد الى دي زوبجيكتيف واحد باغي ما عرفتش فين يوصل عاوتاني نرجع ليك و سي اوسي اون ريفونس سور لا في است كو تو بونس فريمون كو داكشي اللي دوزتي في الصغر كان فريمون كون ما دوزتيش ما كنتيش غتكون نور الدين ديال دابا 100% صراحه حيت وهادو من الحوايج اللي كيخليوك تصالح مع الباسي ديالك حيت انا شوي ضد الفكره ديال داك الناس اللي كيقول لك يفو بروفيتي دي مومون بريزون سي فري سي بيان ولكن تو تون ساشون ان فكر للفيوتور بريبار ان فيوتور وحيت الباسي هو اللي دار لك زعما انا كل ما كان الباسي ما نكونش معاكم اليوم وكنهضر زعما واو كاين المهم شي حاجه عندها علاقه سي بو دو فوار لي شوز بحال هكا جو تروف سا سي تري بيان وي وي سي بصح انا حاولت نفهم المنظور ديالك وقلت اوكي بحال الا قلتي انا رسمت 6 وانت غتشوف 9 وانا 6 فهمت انك انت كتشوف 9 واش فهمتي ولا ما فهمتيش ولا سالا لك الحوت والو سالا لي الحوت دابا انا نشرح لك والله تنعاود هذه بالضبط خصني نعاودها خصك تفهمها دابا انت الا رسمت انا 6 انت كتشوف 9 نو كنشوف 6 شوف اصاحبي شوف شوف انت هاي درتيها بديك الطريقه اوكي انا كنت بالي اشوف أوكي. انا 6 انت 9 واش فهمتي انا عندي الصح وانت عندك الصح انا ما غلطتش وانت ما غلطتش اللعيبه الزوين هي نفهم انك حتى كتشوف 9 نفهم غير الفكره ديالك ما كيعنيش ان انت غلط ولا فهمت داكشي باش حاولت نسمع لك فهمتك وقلت اوكي سي لا مانيير دو فوار لي شوز سي لا بيرسبكتيف اكزاكت لا بيرسبسيون دي شوز اوكي اي دايور تي كاتب تي كوتش انت ثيرابيوت واه خصني زربت عليا باسكو جوستمون هاد النوليدج كامل اللي جمعتي باغ اكزومبل بالكتوبه لو فيت دو تفهم راسك تتعلم بلان شوز سا سيرفي دابا فاش بديت كنقرا الكتوبه كيعاونوك بزاف كتقول واحد اللحظه انا ميسكليت لو كور ديالي ولقيت راسي انا سي كوم سي جيتي نارسيسيك بلو فكره ديال انني كنت تايق في ليماج ديالي ما تايقش نور الدين حيت ديك ليماج ما بنيتهاش ليا بنيتها ضد فخوتي باش وليت كنتخدم لي كومبليمون دونك دزت لواحد ليطاب اللي هي طريق مزيانه عاوناتني مي خايبه فاش انك راك عجبك ليماج ديالك كاين فرق ما يعجبكش راسك سين كوكي جو زعما عندي سوكسي مع الناس وكيقولوا راك درتي وراك هادي مي غيالمو مع راسي قدام المرايا واش انا تايق في راسي لا هنا فهمت انني مسكليت لو كور ديالي خصني نمسكلي دماغي ومادام بتبازي ديجا كان عندي واحد زعما واحد الباجاج ديجا في الديفلوبمون بيرسونيل قلت نمشي في هذا الشيء وانا كنقرا بحال قلتي قدمه وانا كنعرف كنلقى راسي انا ما كنعرف والو فريمون بهذا المفهوم كتقول شي لعيبات كنت دي شوز زعما فريمون شي حاجه ديفيتوليتي كتقلق عليهم وكتقول ناري كنت كنتقلق ولا مكبر حق ديالك على الناس اللي هما داركم ملي كتبدا توعى تفهم التسعود ديالهم كتولي بالعكس مصالح مع ذاتك من جميع النواحي دابا الا سولتيني اليوم واش كاين شي واحد زعما ما تسمحش ليه ما كاين حتى شي واحد فريمون ما كاين حتى شي واحد ومصالح مع هذيك الفيرسيون نور الدين القديمه حيت انا ضد الفكره نقول لك نو جو نيتي با موا جيتي انيرفي لا كنت موا في هذيك البيريود اللي كنت فيها ودرت هذيك بعدا خصك تعرف انني كنت في قيب صالح من بعد ولاد يوسف في قيب صالح من بعد جيت لكازا من بعد محمديه وهذا الشيء نفعني حيت كونت اون شونج زعما لونتوراج ديالنا لي بونسي شونج اوسي ميم المايند سيت ديالك كيتبدل انا متاكد من خريبكا فاش جيتي للرباط ولا تبدلوا بزاف د العيبات زعما كلنا دونك لي فواياج فاش كيتبدل لونطوراج كيتبدلوا الافكار دونك انا وصلت لواحد الوقت ديال قريت كتبه حاولت بدلوا الناس في حياتي بزاف وقلت خصني شي حاجه اخرى خصني دي زوت باش نخدم انا حيت كيعجبني هادشي لقيت راسي كندير كوتش مع الناس بلا ما نحس فهمتي زعما كنت ديما كنقول اول سؤال كنطرح السؤال هو شي واحد كتلقاه كيتكيف كارو ويقدر يجي عندك ويقول لك انا بغيت نقطع هذا الشيء طلع لي في راسي وكنخسر فلوس و90% يقولوا له راه قطعوا
هو عارف يقدر يجي عندك غيب بغاك تسمع له باغي غير يشكي كوتش دو في انا شوي با لا بوغ اتر يوتيل هاديك شويه بيزار تقول علاش انا جاي عندك ني بوغ تو دوني ان كونساي ني تروفي ان سوليسيون سيغ لو شون سكو جو في سي كو انت كتجي عندك ان بروبليماتيك وانا بحال قلتي غراس او كيسيونمون فهمتي كنبقى نسولك بزاف تو تو رونكونتر راسك حيت انت هو البسي ديال راسك انت هو اللي غتلقى الحل ديال راسك انا ما عمر الطبيب يقول لك انت مرا ولدات طبيب كيولد دري كيتزاد ما يمكنش المرأة تقول انا حاسه بولدي كيفاش عاش حي عاش داكشي بوحدو الطبيب عاش داكشي بوحدو المرأة عاش فهمتيني شنو باغي نقول دونك حتى شي واحد ما يقدر يقول لك باغ اكزومبل شي واحد مات لي مو يجي عنده واحد حيت مات لي مو يقول له انا عارف باش كتحس نو ما يمكنش كله كيفاش كيدير عنده كله سيتوياسيون دونك فاش كيجي عندك شي واحد سي تري دونجرو يجي عندك واحد يقول لك باغ اكزومبل سيباراسيون دو كوبل اللي هما بزاف كيكونوا لي سوجي وتقول له خليه شكون انت باش تقول له خليه وغدا يرجع سي تري دونجرو فهمتي تقدر تخرج على الواحد دونك انت كتسولو وفي الكيسيونمون كيلقى لا ريبونس راسو سي كوم سي انا غير غادي معاك انت كتعاود ليا وانا في الويد نبقى نسول وهذا سي دي زوتي كيقراوهم لينا باش انا ندير معاك الكومباريمون ونخليك تشوف بزاف بحال كنوريك بزاف المناظر اللي انت ما كنتيش شايفهم كتجي مفوكسي شايف فيزيون وحده وانا كنعطيك بزاف كنوسع لا فيزيون من بعد كي سو رونكونت راسو وكيلقى الطريق فهمت شويه دي سكو با فير ان بتي تريك لايف لا اون بتي اكسبيريونس دوفون لي جون زعما انت معاك ما نقدش مي معاك انت نقد عرفتي علاش معاك ما نقدش ديجا كنعرف عندي عليك زعما كنخافك حمزه مرحبا نشوفو كيسكو سا بو دوني زعما كيسكو تو بروبوز زعما شنو يقدر يكون ولا هو اللي خص تكون عنده اون فري بروبليماتيك زعما شوف كون جدي اون فري بروبليماتيك راه ما كنهضرش على بداك المفهوم ديال عندك مشكل راه سا بو اتر جوست الثقه في النفس سا بو اتر ما كتجمعش الدار سا بو اتر لا علاش جبتي هذا الموضوع Exactement, Randy, vous faites la problématique, ça tombe bien. Je suis très très content. On a un coach thérapeute aujourd'hui. Hamza, il va avoir la thérapie. Mais qui j'm'a chuta. والا خصك انت تشرح لي فهاد شنو هي لا انا غنخرج من هاد الشيء الدراري بصحه وراحه انا بور مو ترانكيل زعما كن جوف ما كتشوفش ان بروبليماتيك جو فوا با كسي سي ان بروبليم زعما كندير لي عليا حتى انا دابا غندير لي عليا ونقول لك معلم راك غلط خصك تقول انا زوين كيف ما انا خايب انا كنتعصب كيف ما انا كالم ديما حاجه عند العكس دونك ما كتبقاش عارف واش لو مال فريمون خايب ولا ما خايبش الا كنتي انت كتقول الناس ديما لا ومرتاح فيها وفي الزون دو كون زعما تشوي الكومفورت زون ديالك انت مرتاح سي با زام بروبليم بور توا انت خاصك تبدا تشوف خصك تيفولوي راسك ما كيبقاش يبان لك الخايب مي سا ديفيان كوا كون سا توش شي حاجه من غيرنا حنا باغ اكزومبل ليكزومبل كون تو دي جو دي نون اي جو سوي دون ما زون دو كونفور اي جو دي نون Je suis bien avec moi-même, j'ai pas de problématique à le moment. Mais est-ce que pour autant, mon entourage ou la fada, est-ce que justement, quand dis-je des méchakils sans le savoir? Ou lakin khassek tsourasek nta comment tu vois les choses? Soit le wesh nta hayt nta fash ghadi tji andi ra kanhdro alek nta wesh nta mbrzdek had el mushkil. Ila kan huwa ma kayjma'sh dar w ajbou el hal mzyan. Okay, je vois ce que tu veux dire. Tu peut-être que tu vois mon problème, parce que tu es avec moi, parce que tu es là. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est très vrai. Au final, si je ressens pas le problème et que limite toi, tu me fais pas culpabiliser de pas le faire. Ah là, je te fais jamais culpabiliser. Donc au final, j'ai pas de problème. Je vois ce que tu veux dire. Détache-toi de l'exemple. Mais si au final, moi, je ne ressens pas de culpabilité, je ne ressens pas de négativité. Par rapport à Adana, donc je ne me dis pas que c'est un problème. Mais Zamaana, je partais toujours du principe que coach de vie ou la thérapeute, c'est comment être bien avec soi, mais surtout être bien avec les autres. Mais qui m'a dit que si moi je ne sens pas que je ne suis pas bien avec les autres, bah, au final, ça revient à la même chose. Quoi. C'est le problème des autres au final. C'est Alèche, toi. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Parce que le problème des autres, c'est dans. Ça devient tellement égoïste comme pensée. C'est-à-dire que je suis moi-même, j'ai des choses qui sont fia et je suis bien avec.
et après واحد يتقلق ولا ما يعجبوش الحال ولا il en a marre de ce que je fais, bah au final c'est son problème parce que انا je suis comme ça, on marche à ma race, tu vois, cette pensée moi j'ai du mal معها au final. دابا شوف دابا انت هنا on parle de deux choses différentes vraiment complètement, حيت هنا هضرنا لو كاد ديال واحد عنده ام بروبليماتيك وجا عندك مادام جا عندي الا كيحس ان عنده ام بروبليماتيك j'ai compris hein. Donc déjà qui ينقص عليك 90% من الخدمه مادام جا عندك امن بك انت كشخص, فهمتي شنو نقول لك, حيت لا بوسور كانت مهمه بزاف, حيت ما يمكنش يجي عندك شي واحد سوا ما شافكش ولا سمع عليك ولا ما يمكنش يكونوا ديكا قلال, فهمتي شنو نقول لك, مي جا عندك عارف عنده ان بروبليماتيك وبغاك تعاونو, فهمتي شنو نقول لك, دونك ا سو مولا tu peux l'accompagner. اصعب حاجه هي ايكوتي لي جون, بور ايكوتي لي زوتر il faut s'oublier. انا نشرح لك باش نسمع لك خصني نسى راسي, خصني ما نسمعش لك عن طريق مي زعما العقائد ديالي مي زيستوار, حيت بلا ما تحس شريك اللي كتكون كتهضر معاه وكيتسناك تسالي باش يهضر هذاك ما كيسمعش لك, كيسمع راسو اترافير توا. واو فهمتي, ما كيسمعش لك غيالمون. دونك انا الا كنت جا عندي واحد وباغي ندير معاه اكومباريمون شاد ورقه وستيلو كيكتب وكنبغي نعقل صافي, بغيت نبين له عندي بوفوار ما كنسمعش له, باغي نبين له اش نقول له, يعني بغيت نبين ما بوزيسيون انني واعر ولا فوالا سكو جو في, وهذا غلط الا كان كوتش كيديرها كما غيخدمش كاع, خصني نكون كنسمع لك, حيت سا بو اتر ني لا بروميير بروبليماتيك ني جامي لا ريال بروبليماتيك, تقد تكون جاي كتبكي على هذه وفاش اوكي غراس هذاك الكيسيونمون تلقى عندك المشكل سي كو جوست ما تيقش في راسك وانت كنتي كتشكى من واحد جاي واحد لا بيرسون كتقول لي داير ليا, فهمتي راه كتبقى في الويد, خصني نبقى نسمع لك وما نعطيش مون افي, زعما سي تري دونجور نقول لك لا ما تبكيش لا سكوت نش كدير لا راه لعبني فيها طرا لي نفس المشكل طلقيه ولا طلقوه. الفكره ديال ان خصك تكون على طبيعتك اوطونك انفلونسور, علاه عرفتي علاش, حيت خصك المهم شنو كان كيطرا لي شحال هادي ما قاريش فرونسي ياك, وكنت كنريح مع شي ناس بحالك انت دابا كتهضر فرونسي, الا جيت شي واحد كابر فرونسي وجيت نهضر بنور الدين بالفرونسي غنبان مصطنع, حيت سي با موا. انا راه في النهار اللي درت هاد ليكول دي سونس قالوا لي سوا تهضر بالفرونسي سوا تهضر بالعربيه باش تكون شنو كتسمى بابليك سبيكر ياك, تكون باش تكون كتهضر قدام البوبليك مزيان كيخصك ما تيفو با ميلونجي لي دو, ومشيت مع راسي وعندي سوتنونس وكنفكر ما قدرتش زعما بصح تعلمت شويه الفرونسي مي كنحاول ندوي بالدارجه كتخرج لي شي كلمه بالفرونسي, حاولت ندوي بالفرونسي بحال نقول ليه الوالد ضربني شلخني عطاني العصا اي يمكنش نقول ليه ما فخباكيناش فيها احاسيس ما يمكنش نوصلها, ومشيت عندهم وواجهتهم كان الوحيد في ليكول والله الاستاذ كان قال لي صدمتهم, قلت لهم شوف حاولت ندوي بالعربيه كتخرج شي كلمه فرونسي, حاولت ندوي بالفرونسي ما كنوصلش احاسيس ديالي, فهمتي ما يمكنش نطلع انا وبيسكو كتقريونا ديفلوبمون بيرسونيل اوجوردي جو فولي اتر مو ميم, انا غادي ندير هادشي بالطريقه اللي انا كندير سي لوجيك, وبديت كنهضر وكنت مام قلت لي منو كتا في البدايه قلت لي واحد الاستاذه قالت جا واحد معطل وقال لها سمحي لي استاذه جيتي اون غوتار, قالت لي وف شحال كنكره اللي كيدوي بالعربي فرونسي او ميم طون, وهي في ديك اللحظه دوات بالعربي فرونسي او ميم طون, فهمتي واو شي حاجه صعيبه صافي حتى تكابر بالعربيه بالدارجه وكيفاش تتفرض عليا نبقى ندوي غير مي جادور هاد لو ميساج اللي قلتي دابا باسكو سا روفيان سوفون حتى هنايا قضيه ديال راكم في المغرب هضروا بالعربيه كتميلونجيو الفرونسي والعربيه, سوا توا ميم سوا توا ميم اللي خرجات كيفاش كيف ما خرجات سوا توا ميم, ما تقولش ليا شنو ندير ما نقول لك شنو دير, جوست اسكو سو كومبران لو ميديا دايز لافورماسيون دست بوين فوالا, عجبني هادشي اللي قلتي لو بلوز امبورطون هو تكون انت هو انت عارف الفكره اللي قلت لكم, دابا انا كنت كنبغي نهضر بالفرونسي سي نورمال نهضر به حيت ما يمكنش نتعلم لي وانا ما كنبراتيكيش, كيقول لك ميم بوغ ابخوندغ اون لونغ il faut la vivre فوالا, دونك ما يمكنش انا بغيت نتعلم فرونسي ونقول لا غيبقاو يضحكوا عليا يقولوا لي انت كتحاول تعيق, ما كنحاولش نعيق كنحاول نتعلم, كاين فرق كبير يا توتا نو سيون ما بين علاش كاين هاد القضيه ديال tu es différent de moi donc كتعيق, tu ne parles pas l'arabia donc katayaq, tu ne parles pas tu parles anglais ou la dakchi british ban علاش tu اللي خص بنادم يفهم هو ما خص بنادم شنو كيطرا ليه من غلط كيبغيك تكون بمنظور ديالو هو باغيك تكون بداك الشيء اللي هو كيشوفه ما يمكنش امبوسيبل, دابا بايزون من قبيله وانا كنهضروا كنقول انت كتهضر فرونسي انا ما نقدرش نكمل زعما كلشي نبقى نهضر فرونسي, دونك كنكون مهم حيت بزاف الكلمات خصني نوصلهم, ما كيعنيش انك انت فيك العياقه ولا انني انا عربي صح واش شنو نقول لك مي جام بيان كومون تي بارل مي سي سا لا ريشيس, انا هادشي اللي كيعجبني سي سا لا ريشيس دو تروك سي كو لا هضرتي انت بالانكلي هضرتي بالعربيه هضرتي بالفرونسي اتفاهمنا كاملين
الله صافي دير كون نهضروا مع مليون دجون اي صافي دير كو حنا علاش نبقاو نسدوا على راسنا لا راك مغربي هضر بالعربيه لا تو في نو بلاكس فيان فيان نتعاشروا مع دي جون كي بارل اون اوت لانغ فيان كونسوم ان كونتينو دو دون اوت مانيير ديفيرونت علاش كتضحك عليا سمع عليا نقول لك علاش حسيت بهذه ان بروبليماتيك عندك شي واحد معصبك حولك هادشي كاينين بوكو دو كومونتير كيقولوا لنا علاش كدوي بالفرنسي وكدوي بالدارجه راكم مغاربه ديروا لنا داكشي جاوبوا معنا عادشي ما كرهتش عندنا قصريه ديال الكسكسو ياك كاين لفت كاين القرعه لا لا انا كناكل بيدي حتى كتاكل بمعلقه كلنا كناكلو من القصريه المهم هو كيف قلتي كنهضر كله وكيهضر المهم تفهم ولكن انا نقول لك علاش جاني علاش وبتيت غنطولوا في الموضوع اللي هو فينال ما كيهمش بزاف لا ما كيهمش ليا انا دون لو كوتي علاش جو با مي جوستيفي علاش كندوي بالدارجه علاش كندوي بالفرنسي كيجيني لو فيت انني نجوستيفيا في هذا الموضوع على باز كرا المشكل فيا اللي حسيت براسي خصني نجوستيفيا مي ما علينا سكو جو فولي دير سي كو كاين واحد لا كولتور فيها كو الفرنسي ولا العربيه فاش غير كنتي كتقرا الفرنسي صافي دير كراك تي في واحد لا فامي كي ايزي صافي دير كنت راك شويه ديتاشي دو لا كولتور صافي دير كنت راك عايش في واحد لا كولتور اخرى صافي دير كنت ما بقيتيش معايا راس في الراس تو زعما كاين هاد لو سوبكونسيون كيجيني داكشي علاش كيفي سوف كو سي ان بروبليم سي اون سونساسيون دانفيريوريتي كي نا با ليو دتر زعما انت كتهضر بالفرنسي دوكو مو جو مو سون انفيريور نو c'est juste que هنا فين نرجع للديفلوبمون بيرسونيل سي تري بيان انك تعرف نقدر ننصحكم اكزاكتومون سي سكو تو فيز دي سي سكو كنت فين باغي نوصل بيسكو ديما كتسول راسك دابا انا باغ اكزومبل ما عنديش بوفوار نبدل الوالديه ولا نبدل دارنا كندخل انا عندك مثال انا سكنت بوحدي 11 عام وانا في محمديه فاش كنمشي للدار كيبان لي خوا دري الصغير كيتغاوت مع الوالده كنتعصب دونك نقدر نوض نغوت على خوا دري ديالي هنا انا هو اللي غايب غنبان خايب حيت هما معاه ديما مولفين داكشي ديما كيتغاوتوا غنبان الوالده خايب وفي الاخر نبدا نقول مالي على حالتي فاش كتعيق ان ما عندناش البوفوار نبدلوا لي كومونتير الخايب راه كاين اللي كيكتب بيه باش يكتب زعما دير في بالك ديما ان درتي ولا ما درتيش كاينه الهضره والفكره قلتيها زوينه عجبتني انك الا مشيتي داك ديما النوع اللي كيبقى يبغي يبين يبقى يهضر على واحد الحاجه عارفو عنده نقص فيها ماشي ديما مي لا بلوبار انا عندك مثال داك اللي كيبقى يقول لك يبقى يهضر على ماشي يقدر على الفلوس بزاف مشينا ودرنا ونانا وعرفتي وخلصنا ودرنا عرف راه كابر في الجوع ولا شي لعبه هي كفكره زعما ديك اللي كيب شي واحد اللي تايق في شي حاجه صافي ما كاين لا جوست الناس راه ما كاين تايق في ديك الحاجه نعرفك نفهم المنظور ديالك وما عنديش بوفوار نبدلك نخليك كيف ما انت داير وفاش كتعيق فاش كتفهم هذه والله حتى كتولي تضيع عشر كتخلي ديال لي كالوري ما كتضيعش بغيت نكمل هاد ليدي لي جو تروف تري انتريسون دون سونس او باغ اكزومبل اون في توس دي زيفينمون قدامنا اللي كيكونوا ما كنتحملوهمش كيما قلتي ليكزامبل ديال انك تلقى خوك تيغوت على ماماك ولا دي شوز لانهم ما كيعجبوكش هاد لي كيفاش ناخذوا اون بوستور ولا كيفاش جوستمون نتعاملوا مع هادشي في لو جور او جور شفت شي حاجه ديال شي واحد في مون انتوراج ما عجبتنيش ولا ديرونجاتني ولا كومون جوستمون نقدر نتعامل معاها نقدر نخليها ما تقيسنيش جوستمون اول حاجه تسول راسك اشنو اللي خلاك بغيتي تبدل ديك الحاجه سانوغي كوا اون توا زعما شنو غتغدي فيك انت حيت انا عندك مثال نقول لك المهم نرجع نجاوبك تسول راسك واش هاد لا بيرسون الي اب تبدل واش هاد لا بيرسون اي حل ليا واحد القوس بعدا يفهمني ايسكون فا بارلي لو ميم لونغاج الا فهم نفس اللونغاج ديالي اسمون ولا راه مستعد يتبدل الا بديت كنهضر وكنحس انني راه كنهضر في الشرق وكيفهم الغرب ما تضيعش الانرجي المشكله يولي فيك اشنو اللي فيك انت بغي يبدل هذا الشخص علاش تي فو تو كونترولي منين جا هذا البوز منين جات سابو اتر ان بروبليماتيك علاش بغيتي تكونترولي كلشي انا كنت سولت راسي كنت فين كندير لا دونس كنت فين ما كنريح في وسط الشيكليكا وخصني نكون اجيتي والنود كنشطح بوغ اتيغي لاتونسيون من بعد قلت علاش شنو باغي نضمن لقيت انا ما تيقش في راسي فهمتي زعما كتسول فاش كدا هادشي باش قلت لك ديفلوبمون بيرسونيل والله تولي غير شي غير يوتيوب كتفرج كتولي تفهم شي لعيبات كتقول شنو فيا انا مخليني نعطيكم مثال كنا قرينا في ليكول واحد قال لك واحد الاب مغربي كاع كيف كنعيشوا والمراه مشاو عند الطبيعه ديما الاب راك عارف ماتشو الراجل ديال الدار ما ديريش وهذيك المهم نقول ديري كبرنا هكا كوزينه ما تدخلش ليها الاب هذا الراجل ومرته الراجل مشاو عند الطبيب قال له خصك تحيد الملحه دونك له الغد ليه مشى سيده حيدت الملحه حيت فهمات هو جا كياكل جا من الخدمه عيان كياكل قال له اش هادشي مسوس بدا كيغوت هادي لا غوت عليها هادي
وقلت له راه الطبيب قال لنا شكون هو هذا اللي يقول لك تنقول لك انا فاش كتصور فاش تفهم شنو خلى طرا المشكل انه هو بغى ديك عنده مشكل هو غير شنو بغى يبروفي بغى يبروفي الرجوله خصو هو اللي يعطي ديك الكلمه دونك فاش الفكره ديالك شي مره الا حسيتي براسك بغيتي تبدل شي واحد سول راسك شنو زعما علاش بغيتي تبدلو علاش بغيتي هذا الكونترول وتو زعما تبدل كل شيء الا فهمتي غتلقى راسك وكتطيح جوستومون في بزاف لي تريك سواء في لي ريلاسيون توكسيك مع صحاباتك لي ريلاسيون توكسيك مع صاحبك ايتترا ايتترا جو تروف كو كاين بوكو ديال كنوليو نشوفو لوتر بيرسون خايبه باسكو ديما غتبدا تنقر عليا في داك لو سوجي ديما غادي تحاول تبقى عاوتاني غادي يدير ديك لا تيت فاش غندير هاد الحاجه ولا هاد الحاجه جو تروف كو كنبغيو نصلحو مي اون ديتروي جوستومون باسكو اون ا با هاد المعرفه اللي عندنا في ديفلوبمون بيرسونيل بعدا قبل ما نتصاحبوا ولا تتعرف على شي انسان اللي دير مع حياتك خص تكون وعيتي بزاف د الحوايج فيك بابو ما تصاحش مع شي واحد حيت لا بيرسون الي بيل بور كومبلي واحد لو فيد فيا انا هذا سي ان بروبليم هادي غير صافا غتسالي العلاقه توكسيك دونك فاش انت كتعرف راسك شكون عارف التناقضات ديالك كتبدا ديال الطريق ديال الشومين مول قلت لهم ديال ديفلوبمون بيرسونيل كتوعى وما غير توعى ما تصلحهمش باغ اكزومبل انا عصبي وعاد سا سي امبورطون سا توعى ما تصلحش حيت سي ديجا مزيان فاش كتوعى عندك بريز دو كونسيونس على شكون انت علاش كيعصبك هادشي علاش هادي حيت ديك لا بيرسون اللي كيقول لك انا جو سوي كوم سا تي دو ماكسبتي هاد لا بيرسون عمرو يتعلم عمرو يزيد القدام زعما ما كايناش شي حاجه انا ديما تقدر تبدل لا كانت الاحسن عاجبك مزيان واخا تكون الاخيب وعاجبك ديرها فهمتي ديما انت ديال اليوم ماشي هو ديال غدا وغدا هكاك ديما تكون عندك حالة تكون ديما واعي ان قابل للتغيير وهذا الشيء ما في لي كوبل خاص دو بيرسون سا فدير اي فو كون افونس تو لي دو زعما بجوجنا عارفين المشاكل ديالنا وعارفين لي بروبليماتيك ديالنا وعارفين بزاف الحوايج انت عارفين حيت دو بيرسون حنا الغلط اللي كيطرى عندنا كمغاربه عندنا في الدم سي كو كنبغيو لا بيرسون تكون كيف ما حنا باغينا تكون وهذا غلط خايب ميمكنش اصاحبي ديما الرجال كيبغيو هذا البوفوار ديال هذا غلط ميمكنش خاص تو دو اكسبتي كو c'est une personne différente عندها ماضي مختلف حتى انت une personne donc on est là l'alliance c'est que بجوجنا خصنا نافونسيو ونزيدو القدام pour avancer و فهاد الشيء il doit avoir une période découverte donc انت كتبدا تعرف على لا بيرسون فاش كتشوف ان فو بارلي با لو ميم لونغاج حبس حيت من بعد تولي توكسيك ماشي من غدا اوني اون كوبل عاد بعد غدا طلعت ليا فراسي وهادي نو الوعي مهم في خبارك ميم في لي زامي même les amis انا شوي كونتر ليديه ديال لو فري امور ولا ما كنامنش بها كنامن ان واحد الوقت كانوا عندنا صحاب اون بيان داكور هاد الصحاب ما بقاوش دابا ما كيعنيش ان هادوك الصحاب ما كانوش اون فري اميتي ولا اون فوس نو كانوا فري في واحد لو مومون كنا محتاجين لبعضياتنا شنو كيطرا سوا كيجي المايند سيت كيتبدل ما كنبقاوش نفكروا بحال تكون انت سافرتي باغ اكزومبل مشيتي قريتي واحد العامين جيتي من العروبيه طلعتي دونك الافكار ديالك تبدلوا ولا توسعوا ولا كيف ما كيعنيش ان هذاك راه ما كيفكرش خاصك توعى ان ما كيفكرش بحالي ماشي هو انا احسن منه الا طحتي في الفكره ديال انا احسن منه كتقول بدلها اون بارل با لو ميم لونغاج فاش كتفهمها دونك المايند سيت واش رجعوا لي زامي كيتبدلوا ما بقاش عندك صحاب ديال شحال هادي ولاو يعني هذوك كانوا صحاب في واحد لو مومون كان داكشي بصح دونك شاك غولاسيون amour ou amitié elle est différente et singulière بالضبط مختلفه على الاخرى دونك فاش كتوعى بهذا الشيء خاص تولي ديما كتخلي بيريود ديكوفيرت ديما نتعرف عليك نشوف فوالا ها مي بروبليم شنو عندي المشكل ديالي مي ديفو بعدا صعيب اللي كيعترف بلي ديفو ديالو دونك ملي كتبدا تعترف بهم كتزيدوا القدام وسي فوز افونسي على هذا المومون لا غتكون غادي مزيان في ليكزامبل ديال ريلاسيون اموروز يا يا ان بروبليم كي سبوز سوفون سي justement on parle le même langage mais il y a le côté habitude peut-être que on parle pas le même langage mais on s'est habitué à l'un l'autre tu penses qu'à un moment donné c'est de la bombe il y a tu à un moment donné bien sûr mais le mieux qui prend واحد cumul qui تجمع البترفلاي ايفيكت صغير حتى كيخرج حيت اصلا خصك تكون فاش كتوعى بمشاكلك راه ما كتبقاش تسمح فاش كتوعى بلي برو زعما بالديفو ديالك راه كيخصك وانت كتزيد توعى ما تخليش شي واحد يدخل لحياتك ما كيهضرش لنفس اللونغاج ديالك يعني باش نرجعوا للفكره ديال لي زامي تبدلوا ما يمكنش تعاود ترجع وتقول انا بزز على راسي رايح معاهم حيت مي زامي ديال شحال هادي سي فغي غتعطيهم ساعه مي ما تبقاش معاهم ديما زعما تقدر تريح معاهم مي ما كتهضروش بحال ماشي نفس انا باغي كنت كنرجع لمدينتي كتلقاهم باقي لي ميم سوجي لي ميم بونسي نفس راه تانفلونس صاحبي الا ما عرفتيش تخرج راسك راه ما يمكنش باقي خصك تفيق راسك
Et c'est là l'avantage de Bhaligulti, aller ton environnement, t'safar, changer de ville en ville, changer de les gens qui t'entourent, changer. Et d'ailleurs, ça me rappelle à Elish Dernah le podcast. À un moment donné, on avait واحد la bulle, les quand ma katbtelch bzaf, et Hassina Brasna on n'est pas stimulé. Tu sais, les conversations, c'était adi, c'était le quotidien, c'était la routine. Et Nafin, on s'est dit, on va appeler des gens de tout horizon, de plein de dimensions différentes, on me donne un drôme à eux, de sujets, les gens, des fois, on a zéro knowledge chez eux. Rien. Mais c'est juste le fait que tu me ramènes juste l'énergie et qu'on essaye de trouver un terrain d'entente, le même langage, même si ce n'est pas exactement le slora, c'est peut-être l'arabia, le français, ou c'est le même langage. Bien sûr. Et c'est hyper important. Et si on retient réel le message, qu'on essaye d'orbiter autour de gens qui ont le même langage, je pense que c'est et il y a beaucoup de problèmes. Je vais dire ça autrement. Le fait que vous avez des gens qui ont des gens de n'importe quel domaine ou là, c'est ce qui vous fait de كاين فعلا الناس اللي متبعينكم حيت كيستافدوا معاكم حتى نتوما ا شاك فوا كيجي واحد كيعطيك اليوم بوتات نقدر نعطيكم معلومه تقدروا تستافدوا منه خاطيتكم بزاف مهم سي فري سي فري مي كتحس براسك tu apprends des choses وهذا الشيء غينفعك فخبارك شي هاد النوليدج اللي تقدروا ديروا هاد الايام المايند سيت ديالكم راه فخبارك انا كنقول يفو اتر ايغويس دون لا في يعني الا كنت كنريح مع واحد الناس وانا كيعطوني غير زعما نيجاتيف فايبس وما كنستافدش منهم واللي يجي يبقاو يشكيو عليا وما كنزيدوش القدام نحيدهم من حياتي هذه راه سيتون غولاسيون توكسيك ابارت صاحب راه ميم بوغ طون انتوراج مي نتوما بيسكو كتزيدوا القدام وكتجيبوا ناس وكيزيدوا معاكم الناس القدام بيان سيغ غتوعيو بزاف ديال الناس صراحه يس سي لو بوت دو هاد الشيء كامل سيتي لو بوت دو بودكاست او ديبي تبارك الله عليكم صراحه تبارك الله عليك تبارك الله عليك على هاد الشيء كامل قلتي بغيتي شي بتيت ديديكاس قبل ما نساليو كيفكم Je te le dis au Khassahbi, on va dire bravo Elik, sincèrement, parce que c'est juste que quand on arrive ton histoire, quand on arrive finalement sur le type de la vie, comment tu réfléchis, comment tu es avec les gens autour de toi, et qui va à travers tes réseaux sociaux, dis-moi que tu spreads le good vibe, dis-moi d'hack, dis-moi que tu hauls, d'hack, rires, libre des trucs, tellement que tu acceptes, mais dès que je fais un mouchkil, dès que je fais le détachement, je trouve ça hyper cool pour ta personnalité, je trouve ça hyper cool pour ta communauté. Dreli Siro, Siro Tibran, Khaliouli comme les Instagram d'Yellow dans la description. Merci beaucoup, Enek Jiti, Habiba, ça fait plaisir. Allez, je t'attaque. Je suis un petit peu. Bye bye les amis, qu'elle me passe.